الجامعة البريطانية ولدت من رحم الصناعة، دي حقيقة، لأن مؤسسها هو المهندس محمد فريد خميس، رجل الصناعة المرموق عليه رحمة الله، وكان فيه اهتمام كبير عالمياً وخاصة في بريطانيا بافتتاح الجامعة في مصر، وحضره الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا. الجامعة البريطانية بكل كلياتها كان الهدف من إنشائها خدمة القطاع الصناعي وتأهيل المهندسين لسوق العمل، وده اللي هيكلمنا عنه الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والمشروعات. وخلي بال حضراتكم، ده عالم جليل وليه وزنه في الأوساط العلمية العالمية في قطاع البحث العلمي. مصر لن تتقدم إلا بالبحث العلمي، ولكن ده ليه آليات وضوابط. عايزين نعرف الروشتة، كيف يمكن أن نتقدم في جميع المجالات من خلال البحث العلمي؟ نفكر إزاي؟ البحث العلمي بيبدأ من الجامعات ومن مراكز البحوث طبعاً، لكن يجب ألا يبقى في مراكز البحوث وفي الجامعات. فهنا الوسيلة في رأيي أنه يكون في المثلث اللي أنا بسميه الجامعات ومراكز البحوث والدولة، ممثلة طبعاً في الحكومة والوزارات والصناعة، حتى يستفيد المجتمع والاقتصاد من هذا الانتاج العلمي المتميز. احنا تحمسنا ليه للنموذج ده تحديدا؟ يعني من خلال حركة عايز ضوابط وآليات دعم الجامعه، جامعه بريطانيه، لاصحاب المشروعات والافكار الناشئه. هو الحقيقه يعني المهندس مصطفى العشري هو جه للجامعه، هو على علم بيها يعني، فجه الجامعه بيقول انا عندي هذه الفكره، عايز اقلل الاوزان وعايز اوفر طاقه و عندنا الخبرات دي، قلنا له عندنا هذه الخبرات وعندنا الامكانيات، فده بيدي ثقه في أن الجامعة قادرة على أنها تنفذ ذلك وأنها تطور منتج وأنها تنتج الجديد والابتكار بحيث أن الشركات تنافس والصناعة تنافس في الخارج. خلي بال حضراتكم، الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية لشؤون البحث العلمي والمشروعات، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة 1972 وتعين كمعيد في الجامعة، وبعدها توجه للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة دوك بولاية شمال كارولينا، وحصل على الماجستير والدكتوراه في المواد المركبة، وانضم للجامعة البريطانية سنة 2007. كمان هو استشاري الهيئة القومية للبحوث والطيران ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص المواد المركبة. طب دكتور، أنا صاحب مصنع، صاحب صناعة كبيرة جدا، وعايز أتواصل مع الجامعة، أعرف منين هم وصلوا لحلول لمشاكل أو تحديات في الصناعة عندي؟ عند حضرتك حق، وطبعا في منصة للتسويق والابتكار عندنا هتتعمل، يعني إن شاء الله، حاليا الحقيقة لسه مش موجودة ولكن في طريقها إلى أنها تكتمل، هيكون فيها إزاي تتواصل، وهيكون فيها الخبرات اللي موجودة في الجامعة، مين الدكاترة اللي موجودين وخبراتهم إيه واشتغلوا في مشروعات إيه، وإيه المعامل اللي عندنا، إيه حاضنة الأعمال اللي موجودة، لو في شركة زي شركة مصطفى العشري عنده مكانه already، لكن هو عايز يبقى في وسط الجامعة. طب دي الجامعة فصول دراسية ومدرجات، لا، احنا عندنا مكان يسمى واحة العلوم والابتكار، هو يقدر ياخد فيه مكان بحيث يكون قريب من غرفة العمليات، نقدر نقول هنا. ازاي نستمر في هذا الشعار ونسبته ان احنا دائما داعمين للصناعة؟ ده بيبقى موجود، يعني بنرسخه في التعليم الطلاب، وبنرسخه في التدريب الصيفي، وبنرسخه في طبعا في الدراسات العليا، وايضا في المشروعات اللي بنعملها. ازاي؟ في كل مرحله من دول بنشرك الصناعه معانا، او الصناعه بتشركنا معاهم. يعني مثلا في المناهج الدراسيه وبالذات في كليات الهندسه وكليات الطاقه والحاسبات، بيبقى في لجان مشتركه بين الجامعه والصناعه. ايه الهدف منها؟ الهدف خدمة منها خدمه المجتمع. بالظبط، خدمه المجتمع. ازاي؟ ان احنا بنعرف منهم هم يتوقعوا ايه من الخريج بتاعنا لما يروح يشتغل عنده، متوقع منه يكون عارف ايه؟ هل شاف مكنه في معمل لا تصلح انها تكون في مصنع، ولا هل شاف مكنه على مستوى الصناعي؟ هيشوفها ازاي هنا جوه الجامعه؟ لا، هيشوفها بان احنا بناخده في رحلات دراسيه خارج، نوري له انه هذه المكنه الصغيره، النموذج البسيط اللي انت بتتعلم عليه، هذا نظيره في الصناعه، وبالتالي لما بيتخرج بيقدر. بنعرف منهم ايه المناهج، تطويرها، نطور المناهج ازاي بحيث ان هو لما يتخرج يكون جاهز ان هو يشتغل في الصناعه بفكر متقدم وعلى علم باحدث ما وصل اليه في التخصص بتاعه. الخطوه اللي بعدها التدريب الصيفي. التدريب الصيفي مهم بقى، وبنشترطه هنا علينا في كليه الهندسه، بنشترط الطالب ان هو يعمل تدريب صيفي
مرتين وإلا ما يتخرجش. ممتاز. في التدريب الصيفي بيعيش داخل المصنع أو داخل الشركة، بتعلم اللغة. يعني أنا مهندس مدني أصلا، ويوم ما تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة اتجهت أكاديمي يعني. إنما زملائي اللي اشتغلوا في المقاولات كان في حاجات ما عرفوهاش يعني، كان بيتعلموها من المقاول، من المقاول صحيح، ومن الصنايعي. فهو لما بيكون قبل ما يتخرج عرف ده من خلال التدريب الصيفي، ده بيفرق كتير جدا معاه في الطبيعة، عنده ثقة في نفسه وبيقدر ان هو يلاقي العمل المناسب. برضو قبل ما يفوتني من اثناء المرحلة دي، الطالب في كلية الهندسة عنده مشروع تخرج، لما حضرتك عارف طبعا مشروع التخرج في الاغلب ما كانش كل الطلاب يعني بيبقى مرتبط بالصناعة، فكده اتعلم ايضا من الصناعة وعمل مشروع له فائدة. وكثير من المشروعات الطلاب كان لها يعني الحقيقة فايدة كبيرة وتطورت، وكتير منه عدد منهم يعني لا أدعي أنه كثير يعني، ولكن عدد منهم قدم حلول لصناعات كتير عندنا في حاضنة العلوم والابتكار بتاعت الجامعة في طريقهم إلى إنشاء شركة من مشروع التخرج. ما شاء الله، ده كتير جدا شباب المشروع التخرج ده بيديهم الفكرة اللي يعيشوا عليها طول العمر. بالظبط. واحنا على الحقيقة مشروع التخرج عندنا يعني شقين، شق بحثي وشق عملي بيعمل منتج. وطبعا يمكن حضرتك تيجي فرصة نشوف اللي عمل تكييف واللي عمل 3D printer ولا يعني. لا ده انا هجالهم مخصوص، هجالهم مخصوص حضرتك. هو مخصوص. يعني في الحقيقة بالصدفة يعني في كلية الهندسة عاملة عرض لمشروعات الطلاب اللي اتخرجوا السنة اللي فاتت دي، يسعدنا ان البرنامج طبعا يكون موجود في هذا اليوم. لو تكاتف البحث العلمي في مراكز البحوث والجامعات مع القطاع الصناعي سواء الخاص أو العام، وجه الحياة هيتغير تماماً في مصر. العلم أساس النهضة الصناعية في العالم، وعندنا خبرات علمية مهولة وقادرة على تقديم حلول حاسمة وغير تقليدية للتحديات اللي بتواجه الصناعة في مصر. بالتوفيق للجميع.